تنضم إلينا من بغداد الكاتبة والباحثة السياسية سهاد الشمري. سيدة سهاد، يعني دلالات هذه الزيارة وأهدافها في هذا التوقيت؟ تحية طيبة لحضرتك ولكافة مشاهديكم الكرام. أتت هذه الزيارة بهذا التوقيت لأن العراق عاد كلاعب جيوسياسي مهم في المنطقة، والحكومة الحالية تعمل جاهدة لنجاحها على جميع الأصعدة، فبالتالي نرى أنها تعمل على إحياء السياسة الخارجية للعراق وأيضا التعاملات الإقليمية والدولية على خط واحد، وأيضا ابتعادها عن التمحور مع دول كانت دائما مسيطرة على المشهد السياسي العراقي. بالتالي اليوم الحكومة العراقية كانت عازمة على إمرار أجندات مهمة خلال هذه الزيارة وتفعيلها، وأيضا إعطاء تطمينات للدول الإقليمية والعالمية أن العراق هو كمحط استثمار آمن، وأيضا لدينا طاقة بشرية وموارد تؤهل للاستثمار على جميع الأصعدة، وأيضا هي رسائل مهمة للدول التي تكون فيها الأموال العراقية المهربة أن هناك يتم تعاون بينها وبين الحكومة العراقية لأجل إعادة أو استثمار هذه الأموال داخل هذه الحروب. بدأنا حقبة جديدة حسب تصريحات الحكومة الحالية العراقية بجملة إصلاحات تتوافق وتتناغم مع المجتمع المحلي والمجتمع الإقليمي، لأن العراق لا يمكن أن يكون تابع لدولة أو تكون هناك تدخلات في الشأن السياسي العراقي على غرار سنوات قادمة، لأن الوضع اليوم الداخلي للعراق لا يتحمل، والمتغيرات الإقليمية أيضا ألقت بظلالها على الداخل العراقي. طيب، يعني ما هي الرسائل أيضا من طرح مسألة عودة اللاجئين والنازحين؟ طبعا لأول مرة تتم الحديث عن عودة النازحين واللاجئين بهذه الجدية في خضم هذه الحكومة، لطالما كانت هناك أجندات مبهمة تقف وراء عودة النازحين، خصوصا في المناطق اللي اليوم تحدث فيها مناكفات واغتيالات وتسيطر عليها أيضا جماعات مسلحة بعلم أو برؤى جميع القادة والقوى السياسية. بالتالي هناك يجب أن تكون هذه المناطق مؤمنة ومؤهلة من الجيش العراقي لإعادة النازحين وإغلاق ملف النازحين نهائي. وعدت الحكومة الحالية بحل هذا الملف أولا، وأيضا وعدت بإعادة النازحين بمباركة طبعا وبمعونة من الأمم المتحدة. بالتالي كان هذا الموضوع الشاغل الأهم، وهناك مواضيع ثانية أيضا طرحت منها ملفات الفساد التي اليوم الحكومة العراقية هي عازمة على تحقيقها. هذا كلها تصريحات نرى أكلها في الأيام القادمة حول جدية الحكومة العراقية الحالية بتحقيق البروغرام الذي وعدت بتنفيذه للشعب. أعتقد أنها سوف تكون أيام مقبلة بمفاجآت كثيرة، لأن هناك سياسات مختلفة داخل المكونات والقوى والسياسة والأحزاب المسيطرة على المشهد السياسي. هناك خلافات كانت واضحة على العلن، هناك تغير في الخطاب اليوم الحاصل في الحكومة العراقية الجديدة باعتبارها قوة منبثقة، الحكومة الحالية هي منبثقة من قوى الإطار التي لطالما أعلنت عدائها للولايات المتحدة. بالتالي نرى تصريح من السيد السوداني وصف القوات الأمريكية بالصديقة مما أثار امتعاض البعض، يعني من الممكن أن يكون هذا الرجل قد نهج لنفسه نهج إصلاحي حقيقي بمعونة دولية، ويحاول أيضا استعادة الثقة بين المواطن والمسؤول. نراه اليوم يعني يكون داعم محلي لمجمل قضايا الشعب العراقي ما يخص الشعب العراقي، وأيضا يحاول جاهدا إعادة الثقة بين المكونات التي كانت فاقدة نهائيا. نراه اليوم مثلا هناك تصريحات من قبل الحكومة على أنها حازمة وجادة على حل جميع المشكلات التي ترحلت عبر أربع حكومات سابقة متعاقبة، ما يخص المركز والإقليم، ما يخص تطبيق قانون المادة 140، وأيضا قانون النفط والغاز الذي لو طبق هذا القانون سيعم بالفائدة على جميع المحافظات وليس فقط إقليم كردستان، جميع المحافظات المنتجة للنفط، باعتباره أن هذه المحافظات تعاني من تهالك البنى التحتية وتعاني أيضا من البطالة وتعاني من سرقة الأموال. بالتالي هذا القانون سوف ينظم إيرادات هذه المحافظة. وأيضا ما يتعلق بالمسائل المالية بين المركز والإقليم، هناك أنباء من وزيرة المالية عنه سوف يتم صرف هذه الأموال لإقليم كردستان. هذه مجمل المشكلات المحلية التي هو يقف اليوم
على حلها من الممكن أن تكون لو حلت وطبقت بعد إقرار الموازنة أن تكون بادرة خير لحل جميع المشكلات الحاصلة، خصوصا أن الحكومة الحالية تعود لمشهد سياسي جديد، هناك لغط حول قانون الانتخابات، هناك أيضا مطالبة من الحكومة الحالية بحماية أو يعني حل موضوع مشكلة المياه للمناطق التي صنفت على لائحة اليونسكو اللي باعتبارها من التراث العالمي، منها مناطق الأهوار التي فقدت مياه كثيرة بسبب السدود التي وضعتها الجارة تركيا، وأيضا ما يحدث من قطوعات للماء من قبل إيران. هذه مشكلات كلها اليوم وضعت أمام الأمم المتحدة على أمل أن تكون لها أجزاء محلية وإقليمية جادة لحل ودعم العراق في المرحلة المقبلة. سيدة سهاد الشمري الكاتبة والباحثة السياسية، شكرا جزيلا لك.